إذا متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر الصباحي مباشرة من مدينة بن سليمان. فمتابعينا الكرام، صباح الخير، صباح النور، صباح الورد، صباح الياسمين لكل متابعينا الكرام، لكل متابعي قناة شوف تيفي. فصباح الخير، صباح النور، صباح الورد، صباح الياسمين لكل متابعينا الكرام، لكل متابعي قناة شوف تيفي. متابعينا الكرام، على بعد أيام قليلة من الدخول المدرسي، واش مستعدين ليه ماديا متابعينا الكرام ولا متأثرين بالأزمة؟ كنعرفوا أن مروا عدة أزمات على كل المواطنين أو كل الشعب المغربي، أزمة العيد الكبير، أزمة ديال كورونا ديال الكوفيد، كذلك دابا حنا مقبلين على الدخول المدرسي. ف أيام قليلة من الدخول المدرسي، واش مستعدين ليه ماديا ولا متأثرين بالأزمة متابعينا الكرام؟ سيمو خويا عمور، سلام، صباح الخير. سفيان إيمان شمزي شلال دي دوار، إن شاء الله خويا، مرحبا. خميس، الخميس مخرج، سلام، صافا لاباس، الحمد لله خويا. الخميس الله يحفظك. إذا متابعينا الكرام، صباح الخير، صباح النور، صباح الورد، صباح الياسمين لكل متابعينا الكرام، لكل متابعي قناة شوف تيفي. فكنتمنى أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة يا ربي. فعلى بعد أيام قليلة من الدخول المدرسي، واش مستعدين ليه ماديا ولا متأثرين بالأزمة متابعينا الكرام؟ الأزمة ديال كوفيد 19، كذلك أزمة العيد الكبير متابعينا الكرام، أو عيد الأضحى المبارك. إذا متابعينا الكرام، فكنقول لكم صباح الخير، صباح النور، صباح الورد، صباح الياسمين لكل متابعينا الكرام، لكل متابعي قناة شوف تيفي. محمد أعميمي، عليكم السلام خويا. عبد الكريم، خاصهم يعطيو الناس الكتوبة فابور، علاش لا؟ نعم خويا عبد الكريم. خالد، السلام عليكم. وعليكم السلام خويا خالد. مصطفى، سلام خويا، صباح الخير. فمتابعينا الكرام، صباح الخير، صباح النور، صباح الورد، صباح الياسمين لكل متابعينا الكرام، لكل متابعي قناة شوف تيفي. سي معمر، صراحة كاينة أزمة. نعم ياسين، سلام، صافا. فاتي، فاتي، صباح النور، صباح الخير. فصباح الورد، صباح الياسمين لكل متابعينا الكرام، لكل متابعي قناة شوف تيفي. متابعينا الكرام، أيام قليلة كتصلنا على الدخول المدرسي، وكنعرفوا أن الدخول المدرسي عنده بزاف الحويجات، خاصك تكسي الوليدات، خاصك تاخذ الكتب، خاصك التسجيل المدرسي، يعني كاين واحد مصروف. الدخول المدرسي غادي يكون يوم 10 من الشهر المقبل متابعينا. حنا بعد بالضبط بالضبط مازال بالضبط متابعينا الكرام، ونعطيكم بالضبط شهر باقي للدخول المدرسي، 11 يوم، 11 يوم تفصلنا عن الدخول المدرسي متابعينا الكرام. فكنعرفوا كاملين أن الدخول المدرسي عنده مصاريف ديالو خاصة، عنده كتب وكتيبات، عنده الدفاتر للوليدات، كذلك عنده أن خاصك تكسيهم كي تسمى أنهم تريهم حويجات جداد. كذلك متابعينا الكرام، دوك مصاريف التسجيل، فكاين مصروف متابعينا الكرام. فالموضوع ديالنا هو
على بعد أيام قليلة من الدخول المدرسي، واش مستعدين ليه ماديا ولا متأثرين بالأزمة متابعينا الكرام؟ نعم أختي زينب، حسب البلاغ الصحفي فالدخول المدرسي يكون نهار 10 في الشهر. سونيا بومديا، تحية ليك سونيا وتحية لكل متابعينا الكرام. ف صباح الخير، صباح النور، صباح الورد، صباح الياسمين لكل متابعينا الكرام، لكل متابعي قناة شوف تيفي. نعم خويا ياسين، تحية ليك وشكرا ليك. فمتابعينا الكرام، كنتمنى أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة. على بعد أيام قليلة من الدخول المدرسي، واش مستعدين ليه ماديا ولا متأثرين بالأزمة؟ نهلة، عليكم السلام. 54 ألف الطفل، لاسورانس والكتب. الكتب، نعم فاتين. فالسؤال المطروح هو واش مستعدين للدخول المدرسي، مستعدين ليه ماديا كنعني المتابعين الكرام، ولا متأثرين بالأزمة ديال كوفيد، كذلك أزمة ديال العيد الكبير يلاه مر علينا أقل من شهرين، يعني كاينين عدة عراقيل المتابعين الكرام. فالسؤال هو على بعد أيام قليلة من الدخول المدرسي، واش مستعدين ليه ماديا ولا متأثرين بالأزمة ديال كوفيد 19 متابعينا الكرام. زينب شكرا. أحمد العيدي، أحمد تحية ليك خويا وتحية لكل متابعينا الكرام. فكنتمنى أنكم تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة. مرحبا بكل الأسئلة ديالكم متابعينا الكرام. زين فكرة، مرحبا محمد عميم، الحالة المادية ضعيفة، غير الله يدير لي فيها الخير. نعم تحية ليك. فاتي فاتي كتقول كون غير حيدوا لينا غير تلقيح الوليدات. نعم زين بفكرة المدرسة أو بغيت استشارة قانونية، الله يجازيك بخير. مرحبا بكل المتابعين الكرام، فكنقول لكم صباح الخير، صباح النور، صباح الورد، صباح الياسمين لكل متابعينا الكرام، لكل متابعي قناة شوف تيفي. إذا متابعينا الكرام، على بعد أيام قليلة من الدخول المدرسي، واش مستعدين ليه ماديا ولا متأثرين بالأزمة متابعينا الكرام؟ إذا صباح الخير، صباح النور، صباح الورد، صباح الياسمين لكل متابعينا الكرام، لكل متابعي قناة شوف تيفي. لطيف أختي صباح الخير. عبد القوي بركة صباح الخير خويا، فصباح الخير، صباح النور، صباح الورد، صباح الياسمين لكل متابعينا الكرام، لكل متابعي قناة شوف تيفي. ياسين سلام خويا.
إذا متابعينا الكرام، كنتم معنا في بث مباشر مباشرة من مدينة بن سليمان.